بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شيماء محمد من أكاديمية باترفلاي تو ديزاين. النهاردة بإذن الله هنكمل سلسلة النشر عن طريق الموبايل وتنشيط شغلنا عن طريق الموبايل. بإذن الله النهاردة هننشر في كذا جروب بكذا طريقة. نبدأ أول طريقة. أول حاجة وأصعب حاجة دلوقتي ناخد اللينك بتاعنا بتاع الجروب بتاعنا أو بتاع صفحتنا. فنشوف هناخد اللينك ده ازاي. الاول عندنا نفتح الفيسبوك بتاعنا عن طريق جوجل كروم، دي اسهل طريقة وامن طريقة. الفيسبوك بتاعنا انا جبته عن طريق ايه؟ جوجل شروم، مش جبته عن طريق الفيسبوك. ناخد بالنا، يعني نفتح الجوجل شروم ونكتب www.facebook.com وهو هيفتح لنا الفيسبوك بتاعنا، ونختار الاكونت بتاعك. هنخش على برضو الجروب من الثلاث شروط، ادي الجروب بتاعنا. هنا بقى الميزة اللي احنا بنتكلم فيها، ان انت عيني على جوجل بكأنك على الكمبيوتر او على اللاب بالظبط. ادي فتحت الجوجل الجروب بتاعي. هنجيب اللينك بتاع الجروب منين؟ هو مش كاتب هنا، تمام. هنخش فوق هنا، شايفين البار اللي فوق اهو، وهندوس عليه شوية. هيقول ايه تحديد النص؟ هنقول كوبي، اللي هي المربعين او المستطيلين اللي فوق بعض. بس كده، مش عايز اي حاجة تاني. شكرا. خلاص نرجع بقى للجوجل جروبس فيسبوك. طيب هنعمل ايه؟ نروح على جروب احنا عارفينه، شير بينشر على طول، يعني مش محتاجين ان هو يستنى موافقة ايه الادمن بتاع الجروب. بيشهر جروب طبعا هنا معروف، شوبينج كلام ستات. فتحته اهو معايا. هنيجي بعد كده عندنا نشر في ايكونتين او في اختيارين، يا اما ننشر يا اما بيع. هنشرح كل واحده لوحدها. هناخد بس الاول عشان نعرف الفكره بتاعه النشر. هناخد النشر اللي هو النشر السريع. ميزه النشر ديت ان انت يعني بتعرفي تكتبي كل حاجه انت عاوزاها، مش متفرنطه، مش متوزعه. يعني انت بس عايزه تعملي ايه؟ اعلان عن الجروب بتاعك ككل، الصفحه بتاعتك ككل، مش على على البوم معين او مجموعه صور معينه او حاجه محدده بسعر محدد. فاهميني ازاي؟ بيبقى عام مش محدد. عيبه ان انت لو عايزه حابه ترجعي البوست بتاعك تاني هتتوهي، مش هتلاقيه. ماشي. طيب احنا هنا